بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة والتسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كنا بالميقات في صباح يوم السبت، واللي وصلنا الحرم الشريف، والعمرة اليوم للمرحوم يوسف قاسم غميض ابن فاطمة رحمه الله، آنسه الله، عوضه الله الجنة، اللهم ارسل إليه واجعلها نورا تتلألأ بيديه. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك. بسم الله، ليش الطواف؟ لا، بسم الله والله أكبر، بسم الله والله أكبر، بسم الله والله أكبر، بسم الله والله أكبر، بسم الله والله أكبر. اللهم اغفر لهم، اللهم ارحمهم، اللهم برد ترابه، اللهم يسر حسابهم، اللهم يسر حسابهم، اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة، اللهم اجعل قبرتهم وقبره روضة من رياض الجنة يا رب العالمين. اللهم ثبت عند السؤال احمد لا اله الا الله وان محمد رسول الله. رب اغفر لي ولوالدي، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. اللهم اغفر له وارحمه يا رب العالمين، اللهم زد في حسناته، اللهم تجاوز عن سيئاته، اللهم اغسله بماء الثلج والبرد ونقيه من الخطايا كما ينقى الثوب او الدنس. لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. هذه العمره للمرحوم لوجه الله تعالى، لوجه الله تعالى، نرجو من الله القبول، نرجو من الله القبول. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اجمعين يا رب العالمين. لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. ربي اغفر لي ولوالدي، ربي ارحمهما كما ربياني صغيرا.